بخطى ثابتة يقف المجاهد صغير سواسي المحكوم عليه بالإعدام من قبل المستعمر الفرنسي بعد أن منح شبابه للكفاح المسلح في سبيل الحرية، فكان من الذين اختار الموت أن يفلتهم ليكونوا ذاكرة الثورة. يأخذنا المجاهد سواسي في جولة معه إلى إحدى الصفحات المظلمة في تاريخ الاستعمار الفرنسي، معتقل قصر الطير بولاية سطيف، مركز التعذيب الذي أطلق عليه المستعمر تسمية معتقل الموت البطيء. المضرب هذا من بكري سميوه قصر الطير، الإيفازيون مستحيلة، الوطاب بزاف ما تجي تلحق لو اسمون يلحقوك. أشهر وأبشع معتقل على المستوى الوطني، وكان يعتقل فيه المجاهدين الثابتين عن المبادئ الثورية. هذه المنطقة اختيرت لعدة اعتبارات، لعل أبرزها هو الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، كونها منبسطة بعيدة عن المناطق الجبلية، بعيدة عن الغابات الكثيفة، وبالتالي هي بملأ عن هجمات جيش التحرير. هنا بين جدران وأروقة هذه الزنزانات والأقبياء مر أزيد من 3000 مجاهد من خيرة شباب الثورة، مارس عليهم المستعمر الفرنسي أبشع جرائم الحرب بين تعذيب نفسي وجسدي، بغية تطويعهم والتأثير على إيمانهم بحتمية استقلال الجزائر. يدكك في الزنزانة ولو يتفرج فيك أنك حيوان راك في قفص، وجل الأحيان ينساك ما يجيب لكش الماكلة، وهي عمد يعني تعمدوها. الزنزانة كان يبلغ طولها حوالي 1.20 متر، وعرضها فقط 80 سنتيمتر، وارتفاعها حوالي 1 متر. يوضع فيها المعتقل ليظل هناك مدة 3 أيام، إلى درجة أنه عندما يخرج من الزنزانة يخرج شبه مشلول. دوك انا هكذا وحدي نقعد يعني نقول انا كومو يعني جي بي سيبورتي، كيفاش قدرت نتحمل انا هذاك الشيء انا وغيري، مانيش وحدي انا وغيري، كيفاه يعني قدرنا؟ وهذه معجزه من معجزات ربي برك، هذا ما كان نقدرش. دوك انا كي هكذا نولي نعاود الفيلم وكذا نقول كيفاه يعني فهمت قدرت انا نتحمل وكذا والى اخره انا وغيري. التعذيب واسطة التشويه الجسدي، وهذا ايضا خطير جدا، مثل ازالة شعر الحواجب، اهداب العيون، حلق نصف الشارب وترك الاخر، نتف شعر الراس، اطفاء السجائر في جسم المعتقل من قبل الجنود، في بعض الاحيان يحرقون اظافره. الكلب هذا يقول له مموس يوزن 65 كيلو، وكانوا يدربوا الكلاب، يدربوا علينا، يخرجونا ويجيبوا الكلاب يعطيونا هذيك لامونشيت هذيك، فهمت، يدربوا الكلاب. معتقل قصر الطير أو طياب العاصيين كما يدعوه الكثيرون تحول اليوم إلى متحف ومعلم تاريخي يفتح أبوابه للمهتمين بتاريخ الثورة ليقف شاهداً على بشاعة المستعمر الفرنسي. هذا الصور هاك شوفها يتعبر على كل شيء، تعبر على مأساة الكون، هذا كل شيء. ها وهذا ساول كابتن أرشنوا، هذا هو، هذا هو اللي كان الكوماندون دو كون الراسيست. مركز قصر الطير واحد من عشرات مراكز التعذيب التي أقامتها فرنسا الاستعمارية عبر التراب الوطني لتمارس فيها صور وحشية وقبح الاستعمار، وحشية فشلت رغم بشاعتها في إيقاف عزيمة شباب الثورة على تحرير كل شبر من أرض الجزائر.